مرحبا حبايبي، إن شاء الله تكونوا بخير. أغلى الأصدقاء، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. معكم نيلي مع أطيب وصفة كيك التمر الصحي بدون سكر بدون دقيق. يلي مقاديره 1.5 كأس طحين كامل، كأس حليب، 175 غرام تمر يساوي كأس، 3 حبات بيض بحرارة الغرفة، رشة ملح زائد معلقة صغيرة قرفة، 0.5 كأس زيت جوز الهند، معلقة كبيرة عصير الليمون زائد برش 0.5 ليمونة، 0.5 كأس ماء ساخن يعادل 75 ملي و40 غرام من الجوز، و2 معلقة كبيرة ممسوحة بيكنج بودر ومعلقة صغيرة خل أبيض. أخذنا أول شي التمر، بننظف اللب تبعه، ومنحضر صينيتنا، منحط لها زبدة، ومنحط لها منرش لها طحين الكامل، والحليب بعد ما نسخنه ننزل فيه التمر ونضربه هذا بالمضرب اليدوي الكهربائي عند بلندر. وهون بنجيب الخلاط ومنكسر فيه 3 بيضات، البيض بحرارة الغرفة، ونحط له القرفة والمي والزيت جوز الهند وعصير الليمون مع برش الليمون، ونخلطهم بالخلاط الكهربائي، وبننزل فيها الحليب مع التمر. وهيك بنضربهم كلهم مع بعض. بعد ما ينخلطوا مع بعض ننزلهم بصحن عميق ونبلش نغربل فيهم الطحين، طحين كامل هذا. ورشة ملح والبيكنج باودر، معلقة صغيرة من الخل، ونخلطهم بالإيد، نخلطهم حبايبي ما في داعي للخلاط. وبعدين نحط الجوز فيه، نخلطه هيك شوي شوي، نخلطه كمان مع الجوز، وننزلهم بالقالب اللي حضرناه سوا القالب. بعدين نخبطه خبطتين ونحط عليه اللوز، رقائق اللوز، وندخله الفرن. الفرن على 170 بده 40 دقيقة ل 45 دقيقة، وانتو راقبوا بعد 30 دقيقة طالعوا، ممكن تفحصوا انه صاير ولا لا بعود، بأي عود. وهيك صارت وصفتنا جاهزة، وأتمنى أنه عجبتكم الوصفة، ولا تبخلوا علينا بلايك وكومنت حلو، وانتظرونا بوصفات جديدة. ويلا حبايبي إلى اللقاء.